هذا الفيديو الاخوان حددنا الثمن ديال 2300 درهم. مشيتي نتايا بغيتي تشري تليفون، دخلتي عند اي مول المحل، في جيبك 2300 درهم، ما غتقدرش تقول ليه خويا بشحال هذا بشحال هذا بشحال هذا وهذا شنو فيه وهذا شنو فيه وهذا شنو فيه. ما غتقدرش تحل مثلا الا كاع مثلا مول المحل دار معك الخاطر وحل لك تليفون من البواطه، حل لك واحد غتحشم تقول لي حل لي الثاني تا هو نشوفو كيداير. ديزاين ديال التليفون ما غاديش تكون عارفه، الا حل لك غير واحد راه ما تقدرش تقول لي حل لي الثاني والثالث. في هذا الفيديو اختصرت عليك هادشي كامل. في جيبك 2300 درهم هو الماكسيموم، ما زيدتش على حتى درهم. شنو هما احسن الهواتف اللي كاينين حاليا في هذاك الثمن؟ اختاريت لكم ثلاثه، هاهم ثلاثه الهواتف، وما بين هاد ثلاثه الهواتف غنعطيكم الفروقات بين شنو الفرق بين هذا وهذا. وانت وكتفرج في هذا الفيديو، ملي غتسالي الفيديو غتلقى راسك اختاريتي التليفون المناسب ليك. غتمشي عارف الثمن، عارف المواصفات، عارف كلشي. دونك الاخوان فيديو كلشي غادي يستافد فيه، تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو اول حاجه غادي نبداو بها هي الشكل، هي الديزاين ديال التليفون، حيت انت كما قلت ما تاحش لك الفرصه تشوفه محلول. حنا حلينا ثلاثه الهواتف وهما احسن هواتف كاينين حاليا في السوق ب 2300 درهم. الهاتف الاول من الشركه ديال سامسونج، سامسونج M22، كيجينا بلاستيك، اربع كاميرات، فلاش، البصمه في الجن، هو هذا هو الديزاين ديالها. الهاتف الثاني من الشركه ديال ريدمي، هذا يلا خرج الاخوان ريدمي نوت 11، ديزاين زوين عصري، حتى هو جانا بربعه كاميرات فلاش، شكيل مبدل، بصمه كذلك في الجن. جات عنده الكاميرا الاخوان هنايا الوسط، ومازال دايره على الشاشه. هنا عندنا الريلمي النفئي، ديزاين عصري حتى هو زوين، ثلاثه الكاميرات جوج كبار كيبانو، ريلمي لومبخانت كذلك في الجن، وجات عنده الكاميرا هنايا في الجن. ديزاين الاخوان كيما شفتو معايا، يعني ديال ثلاثه الهواتف نتوما شفتو ديزاين زوين، كتبقى مساله اذواق، يعني في الديزاين كتبقى مساله اذواق. اول حاجه غادي نشوفوها الاخوان في المواصفات هي لافيشور. بزاف الناس كيقول لك اهم حاجه عندي هي الصوره، نبغي الصوره تكون واضحه تحت الاشعه ديال الشمس. دونك الاخوان شنو هو احسن اختيار بهذا الثمن الا كانت كتهمك لافيشور بدرجه اولى؟ الهاتف الاول كيجينا بافيشور سوبر اموليد كما كتشوفوا معايا، سوبر اموليد الاخوان ما نحتاجوش نهضروا عليها، شي حاجه ناضيه، يعني تحت الضوء الصوره كتبان لك ناضيه، كنتي في الظلمه ناضيه، يعني الصورة سوبر اموليد، لافيشور واعرة، سوبر اموليد الدقة ديال ال اتش دي بلس. هذا ال M22. هنا عندنا ريدمي نوت 11 كيجينا بإكرون اموليد كما كتشوفو معايا، إكرون رائعة مع جهاز الكاميرا هنايا الوسط، إكرون واعرة. جانا بإكرون كما كتليكم اموليد، والدقة ديال الفول اتش دي بلس، يعني الدقة ديال الشاشة تكون فول اتش دي بلس، غتعطيني واحد الصوره واضحه احسن من الاتش دي بلس. هنايا الاخوان عندنا اكرون اي بي اس ال سي دي ماشي اموليد، هيا اكرون اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس، ولكن الدقه الاخوان فول اتش دي بلس. دابا الا كانت كتهمك انت لافيشور، شنو هو رقم واحد في هادو؟ الا كانت كتهمك لافيشور، هذا اي بي اس ال سي دي ما نهضروش عليه، غنشوفوا هاد الجوج، واحد فيهم اموليد وواحد سوبر اموليد، ولكن هذا اللي سوبر اموليد عنده افضليه انه سوبر اموليد، ولكن الدقه ديالو غير اتش دي بلس. هنا عندنا الاموليد ولكن الفول اتش دي بلس. دونك الاخوان فين غتبقى الافضليه؟ الا كنتي انت بغيتي لافيشور يعني تحت الاشعه ديال الشمس ولا السطوع ديال لافيشور يكون احسن، فهنا غنقول لك غتختار سوبر اموليد، ولكن اللي كتبغي هي الجوده ديال الصوره، الجوده الكاليتي ديال الصوره، غتاخذ ريدمي نوت 11 حيت عندك اخويا اموليد وفول اتش دي بلس ما غاديش تلقاها في الثمن. دونك الاخوان رقم واحد في الجوده ديال الصوره بقى ريدمي نوت 11. وكما غادي تشوفوا معايا الاخوان كاين واحد التقارب كبير بيناتهم، بجوج كتبان واحد الكاليتي طالعه وطالعه بزاف، ولكن الا قارنتي هنا السطوع راه كيبان لك السطوع مزيان، حتى هنا السطوع كيبان لك مزيان، الا قارنتي زومي ليا مزيان هذا الليكون ديال بلاي ستور فين غتبان لك واضحه، غتبان لك في ريدمي نوت 11 واضحه اكثر فعلا، ياك لاحظتيها ولا ما لاحظتيها؟ كاين فرق، نفسها نفسها، ولكن شو البيكسيلات اللي كاينين هنا احسن لاحظتها؟ وتالي فيديو الاخوان يعني لي فيديو اللي غيكونوا فول اتش دي بلس في ريدمي نوت 11 غادي تشوفهم بكاليتي احسن من الام 22. كيهمك لافيشور غتمشي اخويا تختار ريدمي نوت 11 بدرجه اولى، سير خذ هذا بعينك مغمضين. ثاني في المرتبه الثانيه الام 22، ما كيعنيش انه عيان في لافيشور، لافيشور سوبر اموليد ما حتاش نهضروا عليها، كيجي في المرتبه الثانيه
والمرتبه الثالثه الريلمي 9 اي. دونك الا كيهمك لافيشور هذا بلا ما تفكر فيه تشوف واحد من هاد الجوج. ثاني حاجه الاخوان غادي نشوفوا دابا وتا هي من اهم الحوايج اللي كاينين في التليفون اللي هي البروسيسور المعالج، هو الدماغ ديال التليفون الا بغينا نمثلوه بالانسان، يعني هو اللي كيطريطي لك لي زانفورماسيون ولا لي كوموند اللي كدير انت بالتليفون. انت فاش كتكليكي هذيك لا كوموند اللي كتعطي المعالج اللي كيطريطيها. المعالج اللي عندنا في سامسونج M22 الهيليو جي 80 كيجينا بمعماريه ديال 12 نانومتر. هاد المعماريه ديال 12 نانومتر الا ما عرفتيهاش غير صبر معايا. ريدمي نوت 11 كيجينا بسناب دراغون 680 المعماريه ديال 6 نانومتر. ريلمي 9 اي كيجينا بنفس المعالج اللي في الريدمي نوت 11 سناب دراغون 680 والمعماريه ديال 6 نانومتر. المعماريه ديال المعالج يعني 12 نانومتر ولا 6 نانومتر كما سمعتوا معايا قد ما كانت صغيره قد ما المعالج الاداء ديالو طالع. دونك فهنا في سناب دراغون 680 عندنا 6 نانومتر، دونك الافضليه غتبقى لسناب دراغون 680 اللي عندنا في هاد جوج هواتف. يعني الا كيهمك المعالج بدرجه اولى وباغي التليفون سلس وخفيف بزاف في لي جو وفي الجيم يخدم لك نوت 11 بدرجه اولى، والريلمي 9 اي حتى هو بدرجه اولى حيت عندهم نفس المعالج. غيجينا في المرتبه الثانيه سامسونج الام 22، يعني من ناحيه المعالج احسن اختيار تشري حاليا في الثمن هو سناب دراغون 680. كندوي على دابا حاليا في شهر 2 نهار 27 في شهر 2 هادشي اللي متوفر حاليا في السوق. يعني ما تنهضروش على التليفونات اللي سابقين اللي دازو، كنهضروا على شنو كاين حاليا في السوق. كيبقى الريدمي نوت 11 والريلمي 9 اي في المرتبه الاولى، المرتبه الثانيه كيجينا الام 22. ندوزو لثالث حاجه في هاد الهواتف اللي هي الكاميرا. الكاميرا الاخوان المقياس ديالها هو الميجا بيكسل. كتجينا الام 22 ب 48 ميجا بيكسل وكتجينا بالسيلفي ديال 12 ميجا بيكسل، ولكن الاخوان ام 22 صدمني بواحد القضيه انه لي فيديو ديالو في واحد الخاصيه ديال المثبت البصري هو في الهواتف ديال الهوت كام. لي فيديو ديالك كنتي كتصور لي فيديو بهذا التليفون هذاك التزعزع اللي كيكون وانت كتصور ما كيكونش، يعني كاين مثبت بصري كتكون واحد ستابيليزاسيون في لي فيديو ديالك والجوده الاخوان نورمال راه غادي تطلع. عندنا 48 ميجا بيكسل كما قلت لكم الاخوان اللور، وعندنا 12 ميجا بيكسل في السيلفي مع الخاصيه ديال المثبت البصري راه افونتاج كبير. الكاميرا ديالو جربوها هي الاخوان كاليتي مزيانه هيا. السيلفي ديالو كذلك هانتوما الاخوان السيلفي كيبقى بكاليتي زوينه. عندنا الريدمي نوت 11 كيجينا ب 50 ميجا بيكسل تصويره الاخوان هنايا فول اتش دي، يعني ما كاينش الفوركا، ما كاينش شي تليفون فهادو كيصوروا بالفوركا، يعني الفول اتش دي بصراحه يعني كيكون هنا كاين تميز الى لاحظتوا معايا. عاد ندوزو للريلمي 9 اي شوفوا معايا هنا كاين الفرق الاخوان. الام 22 كيبقى احسن في الكاميرا واخا هنا كاينه 50 ميجا بيكسل وهنا كاينه غير 48، الام 22 احسن. نجربوا الريلمي 9 اي اللي فيه حتى 50 ميجا بيكسل هايا. نزومي هنا على هادي شوف معايا كتبقى الام 22 سامسونج كيبقى عنده تفوق في الكاميرا. في الكاميرا كيلا كيهمك الكاميرا في هذه الفئه السعريه احسن اختيار، بغيتي تليفون جديد احسن ما كاين في الكاميرا الام 22 كيجينا في مرتبه واحد. بالتجربه الاخوان ديجا جربتهم الام 22 عنده افضليه على الريدمي نوت 11 وعنده افضليه على الريلمي 9 في الكاميرا. في المرتبه الثانيه كيجيونا هادو متقاربين تقريبا 50 ميجا 50 ميجا تيلفي الاخوان كاين واحد التفوق للريلمي 9 اللي فيه 16 ميجا بيكسل. المرتبه الاولى غنعطيوها الام 22، المرتبة الثانية في الكاميرا نعطيو الريلمي 9 اي، والمرتبة الثالثة الريدمي نوت 11. نجيو دابا الاخوان الباتري. هاد التليفونات الاخوان كاملين جاونا ببطارية وحدة اللي هي 5000 ملي امبير. لا دوغي ديال لاشارج تقريبا غتكون بحال. الاختلاف كاين في السرعة ديال الشحن. في سامسونج الام 22 عندنا 25 واط، ولكن الشارجور اللي كيجي معاه في العلبة راه فيه غير 15 واط، يعني إلا بغيتي 25 واط غتحاول تبدل الشارجور. الريدمي نوت 11 33 واط وكيجينا معاه شارجور ديال 33 واط، والريلمي 9 اي 33 واط وكيجينا معاه شارجور ديال 33 واط. البطاريه كما قلنا بحال ولكن السرعه ديال الشحن كتختلف. ماشي واحد الاختلاف اللي كبير، ولكن اللي كتبغي التليفون كيتشارجا دغيا وما عندكش الوقت اختار واحد في الجوج. كتبغي التليفون ديالك كيتشارجا دغيا 33 واط عندك الجوج هادو هما اللي فيهم سرعه الشحن طالعه. المرتبه الثانيه راه كيجينا الام 22. الاشاره الاخوان هاد الهواتف كاملين جاونا بنسخه واحده اللي هي 6 جيجا في الرام و 128 جيجا في ستوك. كاين عندنا واحد الاستثناء في الريلمي 9 اي اللي داروا ليه واحد الخاصيه وغتولي من هنا لقدام، انه تقدر تزيد 2 جيجا في الرام من ستوكاج اللي هو فيه 128 جيجا. الا حيدنا منها 2 جيجا غتولي فيه 126 جيجا،
وهذيك 2 جيجا غتولي في الرام، يعني تولي فيه 8 في الرام. ولكن الاخوان واش هادشي غيفيدنا ولا لا؟ اللي بغيتكم تعرفوا الاخوان ان المعالج يعني السرعه ديال التليفون والاداء ديال التليفون اول حاجه كيتحكم فيها هي المعالج. الناس بزاف واخدين واحد الفكره غلطه ان قد ما كانت الرام طالعه التليفون يكون خفيف. لا خويا، المعالج هو اللي كيتحكم في الاداء ديال التليفون. الرام يكفي تكون غير 4 ولا فوق، شي 4 6 في الرام وعندك معالج طالع يعطيك اداء مزيان، اداء طالع تلعب في احسن لي كاليتي وفي احسن لي جو. يكتبوا لك 12 في الرام ولا 16 في الرام وتمشي زالك. لا، المعالج هو الدماغ ديال التليفون، خصك تمشي بحال هكا. يعني المعالج هو اللي كيحدد لك الاداء ديال التليفون. هذا ملي غتولي فيه 8 جيجا في الرام مثلا، انت تحل هذا التطبيق وتحل التطبيق الاخر وتحل التطبيق الاخر، يعني غدور في واحد المساحه اكبر. ولكن الاداء والسرعه ملي غتعطي انت لي كوموند راه كيتحكم فيها المعالج. مفهوم الاخوان؟ نجيو لاهم حاجه اللي هي الثمن. يعني كما كتعرفوا الاخوان الهواتف حاليا شادوا واحد الارتفاع، وماشي غير الهواتف، كما كتعرفوا الاخوان هذه الازمه خلات بزاف الحوايج يتزاد فيهم الثمن. انا غنعطيكم الاخوان اثمنه بلا بروموسيون بلا والو، يعني الثمن اللي غتقدر تاخذ به في اي مدينه كنتي تقريبا M22 النسخه ديال 6 في الرام 128 حاليا غتاخذها ب 2300 درهم. الريدمي نوت 11 بلا بروموسيون بلا والو، يعني غتاخذها ما بين 2200 درهم حتى 2250. عند الكترو السلام راه 2200 درهم، كاينين بعض المناطق اللي بعد تقدر توصل حتى 2250. المي نافئي غتاخذها ب 2150 درهم حاليا حتى 2200 درهم، كاين بعض المناطق تلقاها ب 2200 درهم 2150 درهم. دونك الاخوان نتمنى نكون فدت غير واحد العدد قليل من الناس، غير 10 يستافدوا، هذاك هو الرباح. ما بغيتش الاخوان يبقاو مازال الناس يقول لك خويا عطيني شي تليفون، خويا ما كنفهمش في التليفونات، خويا ما نعرفش شنو نختار، عطيني شي تليفون زوين. ها انت خويا كلشي قدامك، المواصفات عطيناهم ليك، الاثمنه عطيناهم ليك، ديزاين شتيه، شعلنا لك التليفون، شنو بغيتي؟ دونك جي اخويا اختار التليفون المناسب ليك. شكرا للاخوان على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم لالكترو السلام، وتبارك الله عليكم.